من خليل الرحمن المشهورة بكروم العنب وكرم أهلها وجودهم. هاي المدينة اللي بتعتبر من أكبر مدن الضفة الغربية مساحة وسكانا ومن أهم المراكز الاقتصادية في الوطن. سؤال على الماشي بطلع عليكم اليوم من مدينة الخليل، جوائز عديدة وقيمة مقدمة من شركة جوال، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية جوال. رمضان كريم. الله أكرم. تعرفنا عن حالك؟ سعد إدريس. كمان مرة؟ سعد إدريس. أهلا وسهلا فيك سعد. كيف شايف أجواء رمضان هون بالخليل؟ الحمد لله كويس. طيب تعرف إيش كانت تسمى الخليل في عهد الكنعانيين؟ ورالك معرش. طيب كمان مرة فكر حاول. عهد الكنعانيين. طيب كل سنة وانت سالم. أنا عمري 61 سنة، بدك أرجع من وين؟ شو بعرفني؟ من وين بدك أعرف؟ ما بتعرف يعني؟ طبعا. طيب كل سنة وانت سالم. وانت بالصحة والسلامة معلش. رمضان كريم. الله أكرم يا سيدي. تعرفنا عن حالك؟ عبد الرحمن سموح من مدينة خليل الرحمن. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف أجواء رمضان هون؟ والله مش طبيعي، مع قلة الاقتصاد والحركة ضعيفة. الله يفرجها على الجميع يا رب. طيب بتعرف ايش كانت تسمى مدينة الخليل في عهد الكنعانيين؟ عهد الكنعانيين حبرون. لا حاول كمان محاولة. قريات أربعة اسمها. مش قريات أربعة، قريب. طيب كل سنة وانت سالم. اهلين وانت سالم. رمضان كريم. الله اكرم. تعرفنا عن حالك؟ رائد ابو زهرة. اهلا وسهلا فيك رائد. طيب كيف شايف اجواء رمضان هون؟ الحمد لله كل شيء بخير ان شاء الله. بتعرف ايش كانت تسمى مدينة الخليل في عهد الكنعانيين؟ باربع. ايش؟ اربع. اربع. طيب تعرف نسبة لايش؟ نسبة ما اعتقد نسبة لاربع من اسم من الكنعانيون جايهم اربع اولاد. ايش؟ اربع اولاد. لا هلا هي صح، اجابتك صحيحه، هي كانت تسمى اربع، بس هي نسبه لملك كنعاني كان اسمه اربع. مبروك، ربحت معنا $100 مقدمه من شركه جوال. شكرا. كل سنه وانت سالم. هذا البرنامج برعايه جوال. السؤال الثاني رح يكون لحلقتنا لليوم انه مدينة الخليل بنيت على جبلين، ما هم هدول الجبلين؟ وبين الجبلين في وادي، ايش اسم الجبلين والوادي؟ رمضان كريم. تعرفين عن حالك؟ ريمس كافي. اهلا وسهلا فيكي. كيف شايفه اجواء رمضان بالبلد؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله يا رب. طيب مدينة الخليل بنيت على جبلين، جبلين ووادي، بتعرفي ايش اسمائهم؟ لا والله. لا نعتذر منك. كل سنه وانت سالم. تسالني. اللهم صل على محمد. هي حارتنا وحارة الشيخ، بس بعرفش اسمهم القديمه، حارة ابو سنينه وحارة الشيخ الجعبري. الجبلين مش عارف ايش هم اسمهم. طب حاول هيك فكر. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لا والله ما نعرف. ما بتعرف؟ طيب كل سنه وانت سالم. نعتذر منك. كل سنة وانت سالمة. وانت سالمة ان شاء الله. الله يسلمك. والله ما غو عني، بس انا مش هي بتذكرهم. والله اللهم صل على سيدنا محمد. والله ناسي. الجبلين عندك جبل الراس، جبل رميدي، ووادي التفاح. بالضبط، يعني هم على جبلين وبينهم وادي التفاح. اجابتك صحيحة، مبروك، ربحت معنا $100 مقدمة من شركة جوال. السلام، يبارك الله فيك. شكرا. كل سنة وانت سالم. سالم ولا يهمك. هذا البرنامج برعاية جوال.
الثالث لحلقة اليوم في مدينة الخليل، في أي زمن تم إنشاء التكية الإبراهيمية؟ خلينا نشوف، تعالوا معنا. رمضان كريم. الله أكرم. كل عام أنت بألف خير. بخير عمي. تعرفنا عن حالك؟ نوح الجمال. أهلا وسهلا فيك، كيف شايف أجواء رمضان بالبلد؟ والله العظيم يعني أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني السعين أول يوم يعني بيكون في عيد رمضان، وإحنا يعني السعين يعني مش هالحركة يا أوليتها، دائما أول يوم وثاني يوم بكون الحركة خفيفة، أما إن شاء الله بتكون الحركة أحسن. لا قدام بتكون إن شاء الله أحسن. طيب بتعرف في أي زمن تم إنشاء التكية الإبراهيمية؟ والله هاي صعبة يعني، صعبة كتير علينا. رمضان كريم. الله يسعدك يا مكرم. تعرفنا عن حالك؟ عماد الرجبي. كمان مرة؟ عماد الرجبي. أهلا وسهلا فيك عماد، إيش بتعمل بحياتك؟ والله ولا إيش، نازلين نتسوق من هالبلد وننزل على البلد القديم نشوف كيف أجواء رمضان اليوم، في أول يوم رمضان بيكون موجود عندنا وإن شاء الله بكون خير على كل الناس. طيب بما أنك نزلت شفت، طب كيف الأجواء شايفها بالبلد؟ والله هون كوسط البلد يعني فيش حركة كتير، أنا متوقع أن الحركة كلها تكون تحت في البلد القديم اليوم، لأنه الناس كلها بتتواجد غادة للصلاة العصر في الحرم الإبراهيمي إن شاء الله الشريف. طيب بتعرف في أي زمن تم إنشاء التكية الإبراهيمية؟ في الزمن لا والله نسيان، بس كنت كان على راس لساني بس نسياني بس. طيب نعتذر منك، كل سنه وانت سالم. انت سالم. رمضان كريم. الله اكرم. عرفنا عن حالك. علاء جرادات. علاء جرادات، كيف شايف اجواء رمضان بالبلد هون؟ تمام الحمد لله. تمام. طيب ايش بتعمل انت بحياتك؟ بتشتغل نجار. نجار. طيب بتعرف في اي زمن تم انشاء تكية سيدنا ابراهيم؟ صلاح الدين الايوبي. كمان مرة؟ صلاح الدين الايوبي. متأكد من اجابتك؟ متأكد. هي صح، في زمن صلاح الدين الايوبي. مبروك، ربحت معنا 100 دولار مقدمة من شركة جوال. الله يبارك فيك. تفضل. كل سنة وانت سالم. سالم. هذا البرنامج برعاية جوال. رمضان كريم. الله أكرم. كل عام انت بألف خير. انت بصحة وسلامة. تعرفنا عن حالك؟ محمد حريز. أهلا وسهلا فيك يا رب. كيف شايف أجواء رمضان هون بالبلد؟ والله منيحة، بس امبارح كانت عجقة كثير بالسوق، حركة قوية يعني كان. اليوم الحركة خفيفة، لسه ما احنا لسه النهار بأوله. الناس نايمين من تعب امبارح. طيب بتعرف في أي عام ارتكب الصهيوني باروخ جولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي؟ 94. في أي سنة؟ 94. طيب بال 94، بتعرف في إمتى بال 94؟ 15 رمضان. هي ب 25 رمضان في ال 94، صح مزبوط، واستشهد 29 مصلي وصار فيه كتير أكتر من عشرات الجرحى. صح، إجابتك صحيحة، مبروك، ربحت معنا 100 دولار مقدمة من شركة جوال. كل عام أنت بألف خير. كل عام أنت بخير. وأنت بألف خير، كل سنة وأنت سالم. سؤالنا الخامس لهي الحلقة، في أي عام أقيمت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم وفي أي بلد؟ خليكم معنا. رمضان كريم. يا هلا. عارفين عن حالك؟ ميسر الهشلمون. كمان مرة؟ ميسر الهشلمون. أهلا وسهلا فيك ميسر، وخليني أقعد هون. طيب كيف شايفي أجواء رمضان هون بالبلد؟ كتير حلوة أكيد، يعني لسه مش مبينة كتير الأجواء، عارفة نهار بأوله أو بنص. لسه النهار بأوله. طيب بتعرفي في أي عام أقيمت أول بطولة لكأس كرة القدم وفي أي مدينة؟ على مستوى فلسطين ولا؟ على مستوى العالم. لا والله ما بعرف. 1930. طيب 1930، بس تسحل شوي. 1930. طيب بتعرف في أي بلد كان؟ في أي بلد مش عارف، لا في اي بلد مش متذكر يعني، بس اذا بدوله اوروبيه مش المانيا. لا هو مش بدوله اوروبيه. اورجواي. يبقى ايش هي؟ اورجواي. كمان مره. باللقب مرتين اورجواي في ايام او يعني اول تاسيسه، يبقى لما فازت على ارضها هي في 1930، وكمان فازت بتوقع في 1934. ما شاء الله عن معلوماتك الرياضيه، مبروك. مبروك، ربحت معنا 100 دولار مقدمه من شركه جوال. شكرا، يسلم ايديك. كل سنة وانت سالم. شكرا كثير، يعطيك العافية، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اللي كانت من مدينة الخليل، وأكيد نرجع نلتقي فيكم بحلقة جديدة ومدينة جديدة. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير.